السلام عليكم. صرح وزير الصناعة سيد محمد عرقاب أن مصنع التركيب التوربينات بباتنا بدأ في تصدير أولى الشحنات من التوربينات البخارية والغازية نحو العراق، وللعلم أنه هذه التوربينات تتم بشراكة جزائرية أمريكية مع العملاق الأمريكي جنرال إلكتريك. إذن وللعلم أنه جيت تعني جنرال إلكتريك ألجيريا توربين. إذن هذا هو هذه خبر مفرح أنه الجزائر بعد ما صدرت عدة شحنات نحو دول أخرى في الخليج وفي إفريقيا وكذلك نحو هولندا، إذن يتم الآن تصدير ما قيمته 300 مليون دولار أمريكي من التوربينات الغازية والبخارية نحو العراق، وهذا الشيء يشرفنا ويشرف الصناعة والجزائرية. والسلام عليكم.